السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إذن كما ترون أمامكم سأقوم بتصحيح موضوع الامتحان الوطني الدورة الاستدراكية بالنسبة لمستوى البكالوريات، ثانية بكالوريا علوم حياة والأرض، وسأخص هنا بالذكر موضوع التحولات النووية اللي عليه ثلاثة النقاط. إذن سأذكركم مع الموضوع بالنسبة للاستئناس فقط، فالموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم الرجوع إليه في أي لحظة تريدون مثلا الأسئلة، وسأقوم الآن بالأجوبة عن هذه الأسئلة بدءا بالسؤال الأول. كما ترون أمامكم عندنا واحد الجدول، إذا من خلال الجدول سنقوم بالإجابة عن مختلف الأسئلة، ولكن هناك سؤال يتعلق بالدرس هو عرف عمر النصف لنويدة مشعة. إذا هنا يمكنكم الرجوع إلى الدرس، أو يمكنكم سأقوم بإعطاء واحد المقدمة أو واحد تعريف معين، إذا يمكنكم إعطاء تعريف أخرى إذا أردتم ذلك. إذا بالنسبة لهذا السؤال اللي هو السؤال واحد، إذا عرف عمر النصف، نقول عمر، عفوا، عمر النصف، إذا عمر النصف هو أو هي المدة اللازمة لتفتت نصف النواة البدئية لمعينة لعينة. إذا يمكنكم ربما تدرجون بعض التعاريف أخرى، المهم هو الوصول إلى نفس النتيجة. إذا فيما يتعلق الآن السؤال الثاني، وهو من خلال المبيان، عندنا واحد المبيان اللي هو أمامكم الآن. إذا من خلال هذا المبيان نريد تحديد مبيانيا العدد البدئي لآن زيرو. إذا أعطونا واحد الجملة بأن آن زيرو ديال إكراك هو نفسه ديال العينة الأخرى ديال ال اي وغيرها. إذا بالنسبة لنا حنايا من خلال المنحنى ان زيرو هي هاد النقطة بالذات. إذا من خلال عندنا كاتورز فيرجيل كات، إذا تلاحظوا بأن هنا تتأخذ جوج مربعات، إذا عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، إذا غنضرب خمسة في 14.4 دون أن ننسى 10^6 زائد نصف هاد 14.4 كذلك 10^6. إذا نقوم بطبيعة الحال بالتحديد الجواب اللي غيعطينا، وجدت بأنه يساوي 79.2 10^6. إذا هذا فيما يتعلق بهذا السؤال. حدد عمر النصف للنويدة. إذن عمر النصف هو بعد حال يتعلق أول نبدأ من تحديد العينة N0 ديال Y البدئي، وغادي نشدو نقسمو على 2، غيعطينا 79.2 10^6 كو جو ديفيز باغ 2، سيتادير 39.6 10^6 عدد النواة. إذا نعلم جيدا أنه من خلال السؤال اللي هو مهم جدا نسيت ما ذكرتوش، وهو أقرن معلن جواب كل منحنى بالنويدة. إذا هذا السؤال لابد أولا من الإجابة عنه لكي نجيب عن بقية الأسئلة. إذا نلاحظ جيدا من خلال المعطيات لدينا أن قانون التناقص الإشعاعي يقول بأن N دو تي سي N0 لإكسبونونسيال دو موا لاندا تي. نعلم جيدا أن أعطونا تي أن دومي دو إس أم أصغر من تي أن دومي ديال إي غيك أصغر من تي أن دومي ديال إل أو. سافو دير كوا؟ سافو دير كو لإكسبونونسيال، لأن تي أن دومي يعني من خلال هاد لإكسبونونسيال دو موا لاندا تي، يعني أن الإكسبونونسيال دو ln دو 2 سور تي أن دومي المتعلق ب اس ام غادي يكون صغر من الإكسبونونسيال دو ln دو 2 سور تي أن دومي ديال إكغيك،
ان دو عفوا لان غادي يكون اكبر، لان فوالا غادي يكون اكبر من اكسبونونسييل دو ال ان دو 2 سور تي ان دومي ديال ال اي. غتقول لي علاش؟ لاننا نعلم جيدا ان بالنسبه لها تي ان دومي دو اس ام اصغر من تي ان دومي ديال ايكغيك، هذا يعني ان ان سور تي ان دومي ديال اس ام غادي يكون كبر من ان سور تي ان دومي ديال ايكغيك، اكبر من ان سور تي ان دومي ديال ال اي. وهذا هو اللي عطانا هذا المعطى هذا. بمعنى اخر ان ليكسبونونسييل دو موان ال ان دو 2 سور تي ان دومي دو اس ام غتكون اصغر من ليكسبونونسييل دو موان ال ان دو 2 سور تي ان دومي دو ايكغيك، اصغر من ليكسبونونسييل دو موان ال ان دو 2 سور تي ان دومي دو ال او. اذا هذا من جهه. من جهه اخرى نعلم جيدا انه عطاونا كوم كنقولوها كوم ان 0 دو اس ام ايتيغال ان 0 دو ايغريك ايتيغال ان 0 دو ال او، يعني ان ان اس ام اصغر من ان دو ايغريك اصغر من ان دو ال او. اذا من خلال رؤيتنا للمنحنيات تلاحظوا بان المنحنى الثالث هو الذي اصغر، انه تحت من منحنى 2 وتحت من منحنى 1، بمعنى ان ان اس ام اللي هو عدد النواة سيكون اقل، يعني غادي هو سيكورسبون المنحنى 3 وهذا سيكورسبون المنحنى 2 وهذا سيكورسبون المنحنى 1. بمعنى اخر ان المنحنى 1 فهو يوافق ال او، وجوج يوافق إغريك، وثلاثة يوافق اس ام. إذن بعد ما جاوبنا على هذا السؤال يمكننا العودة إلى تي ان دومي. إذن نعرف بأن وجدنا بأن ان زيرو ديال إغريك سور دو لقيناها هي 39.6 على بويسون 6. إذن من خلال عودتنا إلى المنحنى غنعرفو نحدو 39.6 على بويسون 6. إذا دائما باحترامنا للسلم يمكنكم أخذ المسطرة، تلاحظوا بأن 14.4 تتأخذ جوج مربعات، بمعنى هي 0.6 أو بيان 0.7 سي جو مو نترومب با. من خلال هذا السلم هذا يمكنكم إيجاد تحديد بالدقة كما لاحظتوا تحديدها الآن، كما تلاحظون معي أنني حددتها من خلال هذا هو هاد النقطة بالذات. إذا هاد النقطة بالذات، إذا بإسقاطنا هذه على المنحنى المتعلق بإيكغيك اللي هو المنحنى 2، إذا إسقاط على الزمن، إذا هذه هي تي أن دومي اللي تلاحظوا هي 4 جور، وسنكتبه الآن. إذا تي أن دومي دو إيكغيك إتيكال 4 جور، فوالا. أتمنى أن يكون جوابي صحيحا. إذا بعد ما جاوبنا على هذا السؤال تنظن بأنه بقي هناك سؤال آخر، احسب بالوحدة طاقة الربط. إذا احسب عمر سبع عمر النصف ثم احسب بالوحدة طاقة الربط. إذا كيف سنقوم بحساب طاقة الربط؟ إذا عندنا السؤال الأول جاوبنا عليه احسب بالوحدة، مازال ما جاوبوا على السؤال 3 داكور. إذن 1 3، إذن 1 عندنا 3، وحسب بالوحدة طاقة الربط. إذن عندنا طاقة الربط بالنسبة لإيكغيك اللي عنده 39.90، دونك هي طاقة الربط بالنسبة لعدد البروتونات اللي هي 36.592 زائد ديال البروتونات اللي هي عطاوها لنا 47.9 موه طاقة الربط ديال النواة اللي هي 83.748.5. إذا بقيامنا بالعملية الحسابية وجدت 762.4 ميجاف. إذا من خلال هذه، إذا هنا وجدنا طاقة الربط. إذا الآن السؤال الذي يلي وهو أوجد معلن جوابك النواة الأكثر استقرارا.
إذن النواة الأكثر استقرارا. نشوف واش كاينه تما في السؤال. إذن درنا السؤال 3-1، غادي نجاوبوا عليها في السؤال الثاني. إذن باش نوجد هذه النواة الأكثر استقرارا خصنا نقلبوا على طاقة الربط بالنسبة للنوية. إذن عندنا المعطيات، عندنا E ديال Lu إتيكال 7.85 ميغاف باغ نيوكليون، عندنا طاقة الربط بالنسبة للنوية ديال اس ام هي 8.23 ميغاف نيوكليون. إذا بقى لنا تحديد طاقة الربط بالنسبة لإكغيك اللي هي ماذا؟ هي 762.4 كو جو دوا ديفيزي باغ ا سادير ديفيزي باغ 90، إذا هي 8.47 ميغاف باغ نيوكليون. إذا مقارنتنا لهذه القيم الثلاث نعلم جيدا أن النواة الأكثر استقرارا هي اللي عندها انرجي ديال الربط كبيرة. إذا تلاحظوا بأن الكبيرة عندنا هنا عندنا 8.47 نويت فيرجيل طون، دونك غنقولوا بأن هي إكغيك، دونك هي أكثر استقرارا. إذا غندوزو السؤال الذي يلي وهو قال لك تتفتت النويدة المشعة إكغيك إلى الزيركونيوم. نعم، إذا السؤال هو اكتب معادلة التفتت. إذا غادي نديرو بكل سهولة إكغيك عندنا 39.90 تتفتت إلى زد آر 90.40 بلس إكس مثلا، غدير علاقة صودي ولكن تبين لي بأن هنا فهي بسيطة جدا، دونك سي موان زان زيرو. جو فو دون لا ريبونس توتافي. من اللي يمكن يبغى يدير مثلا بلس إكس ويطبق علاقة صودي باش يوجد زد آر، ممكن ذلك، ماشي مشكل. إذا على كل المعادلة ديال التفتت هي هذه. الآن السؤال الموالي وهو لمعالج قالك ورم كبدي إلى آخره. عندنا العينة في 12 كان عندها النشاط الإشعاعي هو 5.9، علما أن التحضير ديال العينة تم في المختبر عند 7 صباحا. نريد إيجاد أو تحديد قيمة النشاط ديال الإيثريوم في هذه اللحظة، أي في 7 صباحا. إذا هنا يمكننا أن نطبق علما أن النشاط الإشعاعي بصفة عامة A هو A0 الإكسبونسيال دو موان لاندا تي. إذا نقول في اللحظة T1 اللي هي 12 أور عندنا A1 يكون هو A0 الإكسبونسيال دو موان لاندا تي. في اللحظة T2 غتكون عندنا A2 إتيكال A0 الإكسبونسيال دو موان لاندا تي2. دونك وبالتالي من خلال هذه العلاقة درنا A2 سور A1 غتكون هي ليكسبونونسيال دو لاندا تي1 موان تي2، بمعنى أن A2 غتكون هي A1 إكسبونونسيال دو لاندا تي1 موان تي2. إذا يكفي أن نقوم بالعملية التطبيقية. 5.10^9 عندنا ليكسبونونسيال دو لاندا، لاندا هي ln دو 2 سور تي1 دومي ديال y فوا تي1 موان تي2 اللي هي 5 أور. دونك ستادير 5.10^9 ليكسبونونسيال دو ln دو 2 سور تي1 دومي اللي هو لقيناه 4 جور، علما ان لو جور سي 24 أور. دونك فوالا اي سوفي دو فير فوتر ابليكاسيون نيميريك. Donc j'ai trouvé A2 est égal à 5.18 × 10^9 بكرر. أتمنى أن يكون جوابي صحيحا بطبيعة الحال. إذا هذا هو كل ما في هذا الموضوع. إذا كان هناك إذا طرأ هناك خطأ فأعتذر عن ذلك مسبقا، فقد يكون هناك خطأ غير مقصود. إذا هذا هو الموضوع بصفة عامة، تنظر بأنه موضوع في المستوى ولا يشكل أي مشكل بالنسبة للطلبة. إذا أشكركم على انتباهكم، أتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.